شريف الوزلاني في اتجاه صيف، صيف مجر، مجر مليحة الأمور ناحية منها بالدان، مناد، مناد مجر، مجر مناد مليحة، مليحة مناد و مناد 1-2 مع مجار ومجار ومناد ايضا كل روعة يضيف الهدف يسجل الهدف الاول قوة وبروعة مناد تخرج يمين غارية مليحة من مناد باتجاه وجاني وشريف الوزاني على الجهة اليمنى مليحة شوف خروج سريع من شريف الوزاني مجار يمشي الوزاني مليحة شريف الوزاني يدخل منطقة العملية تخدم والتحق بالكرة ومرر الكرة لمجار مجار يرجع الكورته وهكذا عناصر الفريق الوطني وترد الجميل للجمهور الغفير ترد الجميل ل 80 ألف متفرج وللجمهور الجزائري اللي تابع معنا وعايش معنا مباشرة من ملعب 5 جويلية الأولمبي هدفين مقابل صفر وهكذا تفك العقدة عقدة التخوف من الفريق الإيفواري صعب حقيقة تاجر الوزاني بعد تمريره لماجر وماجر يرجع لشريف الوزاني كل ذكاء بعد طبعا انطلاقه من مناد على الجهه اليسرى قلت الفريق الوطني خطير خطير في الهجومات المعاكسه خطير واكد في اكثر من مره خطورته في الهجومات المعاكسه حيث اغلب الاهداف اللي سجلها لحد الان 7 اهداف في الجوله في اتجاه ماجر مليحه ماجر يدخل منطقه العمليات فتحه من ماجر وجميع لمثل هذه المقابلات وامام هذا الجمهور وامام هذه التشجيعات وامام هذه الاهداف المتتاليه 6 اهداف وهدفين في ظرف دقيقه واحده هدف ثالث ممتاز ممتاز من امضاء وجاني 2-0 وهي نتيجه